السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة مهم جدا، معاكم مس أميرة، ويلا نبتدي على بركة الله. هناخد النهاردة verbs يعني الأفعال. هناخد النهاردة verbs. verbs يعني الأفعال. يعني ايه أفعال؟ يعني الحاجة اللي احنا بنعمل. الأفعال يعني الحاجة اللي احنا بنعملها. الحاجة اللي احنا بنعملها دي سواء كان يأكل أو يشرب أو يجلس أو يقود أو يكتب، أي حاجة هنلاقوها أفعال. تاني حاجة في الجملة بناخدها الفعل. أول حاجة خدناها الأسماء زي أحمد، زي سارة، زي مايفن. بعد كده الأفعال. الأسماء طبعا لما خدناها خدنا معاها الضمائر. ماشي، دلوقتي نيجي على تاني جزء وهو verbs. verbs يعني أفعال. verbs يعني أفعال. وأفعال يعني الحاجة اللي إحنا بنعملها، زي يأكل، زي يشرب، زي يكتب. دلوقتي عايزين نقول جملة. أميرة walks home. أميرة تسير إلى المنزل. أميرة طبعا اسم، walks verb بمعنى يسير أو يمشي، home يعني بيت أو منزل. يبقى أميرة walks home. أميرة تسير إلى المنزل. في جملة تانية بتقول our mom drives the car home. our mom drives the car home بمعنى إيه يا أحمد؟ تقود والدتنا السيارة إلى البيت. ونيجي هنا لنقطة مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها. معنا ثلاث أفعال مهمين. معنا إيه؟ ثلاث أفعال مهمين. وثلاثة يعني 3. يبقى معنا 3 verbs. 3 verbs دولت very important، يعني مهمين جدا. ركزوا معايا في الخطوة اللي جاية دي. أول verb فيهم اللي هو verb ride. verb ride يعني يقود. تاني verb فيهم اللي هو verb drive يعني يقود برضو يا مس أميرة. أيوة برضو. ومعنا كمان verb تاني اسمه take. وtake يعني يأخذ. وده يودينا لنقطة مهمة جدا اللي هي transportation، وسائل المواصلات. هناخد منهم car، bus، bike، bicycle. ride اللي هي يقود او يسوق باللغة اللي احنا عارفينها باللغة العامية. رايد بيجي معاها حاجة واحدة بس اللي هي رايد بايك او بايسكل. يبقى رايد بايك ورايد بايسكل. رايد ايه يا مايفن؟ رايد بايك. رايد بايسكل. رايد بايك يعني يسوق العجلة او يسوق الدراجة. رايد بايك. رايد بايسكل. رايد بمعنى يقود، بتيجي مع بايك وبايسكل. رايد بايك. رايد بايسكل. نيجي لتاني نقطة اللي هي تاني فيرب معانا اللي هو فيرب درايف. درايف يعني يقود. تيجي مع ايه بقى؟ مع كار. كار اللي هي سيارة. يبقى درايف كار يقود سيارة. درايف ا كار يعني يقود السيارة. عايزين نقوله يأخذ تاكسي. يأخذ تاكسي. نيجي للفيرب التالت اللي هو take a taxi. take a taxi يعني ايه يا احمد؟ يعني يأخذ تاكسي. drive a car يقود سيارة. take a taxi يأخذ تاكسي. ride a bike يركب عجلة او يقود عجلة. ride a bicycle يركب عجلة او يقود عجلة. يبقى احنا النهاردة خدنا تلات افعال مهمين وتلات كلمات مهمين. التلات افعال اللي هما ride bike ride drive take. التلات افعال ride drive take ride a bike drive a car take a taxi. بقينا ride a bike or bicycle. drive car or bus. take a taxi. again رجعوا الكلمات تاني. ride bicycle. قول معايا ride bicycle. drive a car. take a taxi. ride
take a taxi, ride, drive, take, bike, bus, ride, drive, take, bike, bus. وده كان درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، بالرجاء عمل لايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معاكم مس أميرة قناة كنوز التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود باي.